العماني، ونظن تكون فرص كثيره باش نتبادل مع الجزائر. عندنا النيه ايضا باش نكثف من التبادلات مع الدول الشقيقه وعمان، واليوم شفنا نظره جميله جدا على الانتاج العماني. شكرا. الجزائر بالنسبه لنا سوق مهم، وتواجد 70 شركه ومؤسسه اليوم مع حوالي 150 من رجال الاعمال هو تواجد مهم. الجزائر بالإضافة إلى أنها سوق في موقع استراتيجي وقريبة من كثير من أسواق المنطقة، هي أيضا مزود للمواد الخام بقدر ما لدينا مواد من البتروكيماويات ومواد البناء والمواد الغذائية. نحن أيضا نحتاج إلى المادة الخام في المواد الغذائية، وطلعنا اليوم على بعض الشركات الزراعية أيضا اللي موجودة في السوق الجزائري اللي ممكن يستفيد منها المصنعين العمانيين للوصول للأسواق في المنطقة. تهدف الشبكات الإنتاجية إلى البحث إلى عن وكيل في الجزائر في السوق الجزائري لتسويق المنتجات العمانية. كذلك بالنسبة للشركات الخدمية فهي تبحث عن استقطابهم كمستثمرين معها في السوق العماني في المشاريع العمانية. نحن كشركة الساحل الشرقي لتنظيم المعارض كانت أهدافنا أن نكون من خلال شركة المعارض أن نستقطب الرجال وسيدات الأعمال الجزائريين إلى السلطنة إلى السوق العماني، إن كان من خلال المعارض أو من كان من خلال اللقاءات الثنائية أو من خلال اللقاءات في البحث الاستثمار والبحث عن شراكة بين البلدين.